عايز اتكلم كمان على وائل جمعه. وائل جمعه نجم كبير جدا، وائل جمعه اهلاوي، وائل جمعه تاريخ او جزء من تاريخ النادي الاهلي. وائل جمعه مهما كان يقول اكيد دايما بيخاف على فرقه النادي الاهلي. وائل جمعه نجم كبير جدا، عمرنا ما نشكك في اهلاويته مهما كان، فمش عايزين اي حد يطلع يعني يصطاد في الماء العكر مع نجوم النادي الاهلي تحديدا. نروح لمحمد سعيد يقول لكم اخبار النادي الاهلي وارجع مع حضراتكم تاني. اتفضل يا محمد. طبعا كابتن ميدو، زي ما انت شايف في هذه اللحظات خلاص بقى الفريق بيتجه الى تونس. طيب كريم هيكون جاهز معاك كابتن ميدو، اتفضل. طيب معايا كريم احمد. كريم